مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف. النهاردة الاثنين عندنا ملفات كثيرة جدا جدا، هنتكلم أكيد على خلاص بداية الدوري الإنجليزي، وهنتكلم على الصفقات والخطوات الأخيرة في طبعا انتقال اللاعبين، وخاصة على محور السوق السعودي أو الدوري السعودي هنتكلم عليه بالتفصيل. كمان هنتكلم على العقد المغري جدا اللي يمكن قدمته أحد الأندية السعودية لنجمنا الكبير محمد صلاح. هنتكلم كمان على ملف مهم جدا جدا، ويمكن اتكلمنا عليه فترات طويلة، ويمكن كل الناس حاسة بيه، عملية الإصابات والإجهاد، عملية الروتيشن اللي بتحصل في الأندية الكبيرة. وهنتكلم عن النادي الأهلي إزاي قدر بنجاح أنه يتخطى هذه المرحلة. الحقيقة ملفات كتيرة جدا ومهمة جدا خارج الصندوق. عشان كده النهاردة معانا كمان منير غنام محلل الكرة العالمية، هيشرفنا النهاردة في محترف. بس الحقيقة قبل ما نخش في ملفاتنا، يعني النهاردة الحقيقة كان في قرار غريب جدا 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 من الاتحاد المصري لكرة القدم. مفيش مانع أبدا أنك تطور، مفيش مانع أبدا أنك تجاري أو تنافس الدوريات الأخرى، ولكن الحقيقة الواحد استغرب جدا من القرار اللي طلع بالنسبة لدوري المحترفين. أنا عن نفسي مقتنع جدا جدا بدوري المحترفين أو درجة أيا كان المسمى، الدرجة الثانية الممتاز به، أنه يكون من مجموعة واحدة عدد معين من الفرق، يوصل 18-20 مفيش مشكلة، فده شيء إيجابي. يكون عندك الممتاز ألف، عندك 18 فريق، عندك كمان الممتاز به أو دار المحترفين من 20 فريق، ما عندناش أي مشكلة خالص. الحقيقة لما أي حد بيعمل بروجكت أو بيعمل مشروع لازم يكون عنده دراسة كاملة لهذا المشروع. الحقيقة من الواضح جدا إن ما كانش في دراسة وافية لموضوع دوري المحترفين. يلا جماعة نعمل دوري المحترفين، يلا يلا. وكان في مشاكل كثيرة جدا الأسبوع اللي فات في اتحاد الكورة مع رؤساء أندية من الدرجة الثانية، وفي ناس موافقة وفي ناس رافضة، لأن الحقيقة ما كانش في سيناريو واضح وما كانش في بلان واضح لهذا الدوري، دوري المحترفين. من كام فريق قالك 20 فريق؟ طب على مستوى الرعاة، هل عندك رعاة لهذا الدوري؟ ما بين قوسين كده وعلامة استفهام. طيب عندك تسويق على مستوى التلفزيون؟ لا لسه علامة استفهام. طيب حق الرعاية بتاعت الأندية اللي داخلة، لأن في أندية هتنافس للصعود للدوري الممتاز وبالتالي محتاجة إمكانيات مادية، هل عندك هذه القدرة المادية؟ برضو علامة استفهام. فالحقيقة كان علامات استفهام كتيرة جدا، لكن الطامة الكبرى، يعني بسميها الطامة الكبرى، إن الدوري اللي تحت دوري المحترفين اللي هو الدرجة التانية بقى أو التالتة أيا كان المسمى، إن في قالك إن الدوري المحترفين ده 20 فريق هيصعد أول اتنين فيه للدوري الممتاز، تمام. طب والتالت؟ ما جابوش سيرة التالت، يعني هم أول اتنين هيصعدوا للدوري الممتاز، طب ناقص فريق. قالك الفريق اللي هيصعد ده هيبقى من دوري الدرجة التالتة. نعم، من دوري الدرجة التالتة. فأنا أول ما سمعت كده الحقيقة فكروني ورجعوني زمان قوي وأنا صغير، كنت شاطر شوية في الابتدائي يعني، فكان ساعتها بياخدوا خمسة وستة مع بعض، يعني خمسة ابتدائي وستة ابتدائي مع بعض، فبياخدوه عشان يطلع أولى إعدادي. فالظاهر حد من الاتحاد كان عنده الفكرة دي، فقال لك خلاص الدرجة التالتة ياخد التالتة وتانية مع بعض ويطلع الدرجة الأولى الممتازة. الحقيقة استغربت جدا وانا قاعد مع فريق الاعداد، يا جماعه اتاكدوا الكلام ده صح. ايه يا كابتن الكلام ده صح؟ يعني فريق من الدرجه الثالثه هينط نطه كبيره جدا، هيعدي دوري بحاله اللي هو دوري المحترفين او الدرجه الثانيه عشان يكون موجود في الدوري الممتاز؟ ايوه الكلام ده، يعني هو ده الكلام اللي اتقال. طيب ازاي؟ قلت لهم طب ازاي؟ قالوا لي هو دوري الدرجه الثالثه عباره عن ست مجموعات، فمع نهاية الدوري دوت أوائل الست مجموعات هيلعبوا دورة سداسية، والدورة السداسية دي البطل منها هيوصل هينط نطة كبيرة قوي فيلعب في الدوري الممتاز. فالحقيقة قرار غريب جدا، وللأسف يعني مفيش أي دوري في العالم كده، يعني مفيش حتة في العالم تقدر تقول طب احنا خدنا دي من يعني من اثيوبيا، طب خدناها من كينيا. لا، انت الكلام ده مش موجود في العالم كله، يعني علشان تقول ان الكلام ده اتطبق في حته او احنا بقى بنخترع حاجه جديده، لكن فيها ظلم كبير جدا الحقيقه. يعني فيها ظلم للراجل اللي تعب في دوري المحترفين وطلع في المركز الثالث،
طب على اقل تقدير، على اقل تقدير ان اللي في المركز الثالث ده في دوري المحترفين هيكون على الاقل عنده فرصه اسمها البلاي اوف، انه يلعب مع بطل الدوره السداسيه اللي حضرتك هتعملها في دوري الدرجه الثالثه. مع ان برضه هيكون في علامه استفهام ان ما فيش فريق من الدرجه الثالثه ينط على طول للدرجه الاولى او الدوري الممتاز، ولكن حتى لو كانت الفكره كده ما تحرمش الفريق اللي هو محارب في دوري منتظم جدا دوري المحترفين ودوري قوي في المركز الثالث، انه خلاص المركز الثالث ده اكنك مش موجود، لا ما تديله الفرصه انه يلعب بلاي اوف، يعني خليه الثالث ده يا جماعه هيلعب مع بطل الدورة السداسية اللي موجودة في دوري الدرجة الثالثة، هيلعبوا مباراة فاصلة ما بينهم على أساس هذه المباراة بتأهل الثالث اللي هيصعد للدوري الممتاز. يعني ناس بتقول لي ده مش جديد على اتحاد الكرة، الحقيقة كلهم أصدقائي وبحترمهم احترام كبير جدا جدا، ولكن الحقيقة الظاهر ان هم ما بيشتغلوش كوره، يعني بيشتغلوا حاجه تانية غير الكوره، وحاجه تانية غير تنظيم المسابقات، وحاجه تانية غير مستقبل الكوره المصريه. عشوائيه كبيره جدا جدا في الاداء الحقيقه، وعشوائيه في القرارات بشكل كبير جدا، حتى على مستوى الدوري الممتاز اللي جاي. وانا بتكلم يعني بصوت يمكن كولر وصوت النادي الاهلي وانديه كثيره جدا، يا جماعه طب الدوري هيبدا امتى؟ الدوري الموسم يعني خلاص، يعني بتتكلم على عدة أسابيع أو شهر، طب هيبدأ إمتى؟ في منتصف شهر 9، أول 9، 15، 14، 11. الناس دي فاكرة إن اليوم بيفرق مع المدير الفني، اليوم بيفرق مع المدير الفني في فترة الإعداد والبري سيزون اللي بيعمله، بيحط جدول بأيام وبساعات معينة عشان يوصل بيها للفريق للتوب فورم أو لفورمة جيدة يبدأ بيها الموسم. فأنت لما بتقول له في منتصف 9، طب انا هعمل معسكر امتى، هخلص المعسكر امتى؟ ما انت ممكن تقول لي والله منتصف 9 ده هيبقى يوم 10/9 هيبدا الدوري، وانا عامل البلان بتاعي ان انا لسه هكون مثلا في معسكر بره يوم 10 او يوم 11. فالموضوع الحقيقه الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب جدا. ان مقابل الناحيه الثانيه انت بتلاقي الدوري الانجليزي زي ما حضراتكم شايفين الجدول بتاع الاسبوع الاول، وخلي بالك ده مش لسه طالع، ده الجدول دوت من بعد انتهاء او قبل انتهاء الدوري الانجليزي كان محدد ان يوم 11 الجمعه اللي جايه، يوم 11 هو اول اسبوع في الدوري الانجليزي. الكلام دوت مش طالع من دلوقتي، ده من قبل الموسم اللي فات ما ينتهي طبعا الدوري الانجليزي، علشان كل فريق عارف بالظبط هيلاعب مين، وكل فريق عامل البري سيزون بتاعه، وعلى مستوى الصفقات، على مستوى الانتقالات، على مستوى اللعيبه الجديده، اللعيبه اللي بتخش وبتعمل بتخش جوه الفرقه، ويبقى عندها فتره زمنيه ومعروفه محدده. لكن احنا عندنا للاسف لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه، قرارات للاسف عشوائيه. وبعدين يقول لك طب يا جماعه احنا هنجرب بس السنه دي، يعني هنجرب كده دوري المحترفين وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. ما هو في حاجه كده في الكوره يا جماعه؟ يعني هو في كده في الكوره؟ انت مسؤول عن مؤسسة كبيرة جدا اسمها كرة القدم، انت بتتكلم على منظومة المفروض انها منظومة منتظمة ومنضبطة واحترافية، مسؤولة عن كرة القدم في مصر. فهيجي هتحاسب اي حد ازاي؟ هيجي يقول لك والله انا يعني انا راجل ما بشتغلش بفلوس، انا راجل يعني متطوع، ان انا شغل تطوعي. لا احنا مش لو على كده لا بلاش بقى الشغل التطوعي ده، ونجيب ناس تدير كرة القدم وتاخد فلوس على الكلام ده، يبقى تحاسبها والله الناس اللي بتشتغل. انت بتشتغل على تطوير الكرة المصرية بشكل احترافي على مستوى مسابقات الناشئين، فين 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 حتى بنتكلم على الناس اللي طالعة من تحت، مسابقات الناشئين فين، وقطاع الناشئين فين، وشغل الاتحاد فين؟ خلاص في رابطة دلوقتي مسؤولة عن الدوري، مسؤولة عن طب انت فين شغلك على مستوى الانديه، مساعده الانديه، البحث عن اللعيبه المميزه، فين عندك دوريات القطاعات الناشئين والشباب تنظمها بشكل كويس، فين مراقبتك على الملاعب اللي بيلعب فيها ولادنا اللي عندهم 15 و14 سنه في ملاعب ما تقدرش اصلا تلعب فيها كوره، فين كل ده؟ الحقيقه للاسف يمكن انا خدت وقت طويل مع حضراتكم في النقطه دي، لان فكرة موضوع المحترف برضه عشان تكون حضراتكم في الصورة، هي جت ان احنا يا جماعة عايزين نطلع بمحتوى، نعمل مقارنة علشان نقرب الصورة من الناس المسؤولين، ان احنا نقدم فكرة معينة ممكن يشتغلوا عليها، نقدم
شكل معين لمسابقة أو شكل معين لعمل احترافي. أنا عن نفسي حضرته هناك في ألمانيا لمدة 14-15 سنة، فبطرح بعض الأفكار، لكن للأسف يعني للأسف كل الحاجات دي يعني زي ما بيقولوا كده يعني أخرس وأعمى في نفس الوقت، ولا بيتكلم ولا بيشوف. فبعتذر عن كلامي شوية، لأن زي ما بقول لحضراتكم بنحترم الناس كلها، مجلس إدارة الاتحاد كلهم على رأسي، كلهم أصدقاء وأحباب، ولكن الحقيقة المنتج والإنتاج من الاتحاد المصري لكرة القدم للأسف من سيء لأسوأ، وكان الواحد متوقع أداء أفضل من كده. كنا متوقعين إن دوري المحترفين ده هيتسوق له من بدري ويكون في إذاعة والناس تتابعه، لأن خلي بالكم ده كمان بينعكس على المنتخب المصري والمنتخب الأول. تخيل لو عندك دوري منتظم ومحترم في الدرجة الممتاز ألف، وعندك كمان نفس الدوري في الممتاز به. خلي بالكم في ألمانيا في بوندسليغا وبوندسليغا 2 وبوندسليغا 3، يعني دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا دوري محترفين عنده كل الصلاحيات. يقول لك دلوقتي اصل مش هيكون في فار في دوري المحترفين، فانت هتخش في مشكله مع الحكام ومع يا جماعه، لان العمليه كلها ما فيهاش تنسيق. فللاسف نتمنى كل دوت يعني الامور تمر بسلام، ولكن من الواضح ما بين قوسين كده ان اداره الكره في مصر عن طريق اتحاد الكره للاسف من سيء الى اسوء. معلش طول على حضراتكم، لكن عندنا يعني فقرات كثيره جدا واحترافيه بشكل احترافي هنا معانا في المحترف ان شاء الله من خلال البرنامج، لكن عندنا فاصل سريع. بعد الفاصل هنستقبل طبعا ضيفنا النهارده زي ما بقول لحضراتكم منير الغنام محلل الكره العالميه، فنطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن قبل ما نستقبل ضيفنا النهارده منير غنام، قلت مع حضراتكم دايما عندنا بعض الاخبار السريعه عن الكره العالميه، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل الفاصل هنتكلم ان شاء الله على الدوري الانجليزي، المباراه طبعا الافتتاحيه او كاس الدرع الخيريه ما كانت ما بين طبعا المان سيتي وارسنال، هنتكلم عليها بالتفصيل. لكن كمان نجمنا محمد صلاح، الحقيقه نجمنا محمد صلاح الاخبار الاخيره في الساعات الاخيره ان محمد صلاح بقى حديث العالم كالعاده. نجمنا طبعا الكبير محمد صلاح تلقى عرض مغري جدا جدا من نادي اتحاد جده السعودي، عايز يحصل على خدمات محمد صلاح بمقابل 180 مليون يورو في سنتين، يعني تقريبا في السنه 90 مليون يورو. ده طبعا كان قدم كمان 60 مليون جنيه استرليني للاستغناء او شراء عقد الكابتن الكبير كابتننا محمد صلاح. الحقيقه محمد صلاح هيكون لنا يعني كلام مع منير على محمد صلاح، لكن في الوقت نفسه زي ما بقول لحضراتكم عقد محمد صلاح دلوقتي تقريبا في الاسبوع بياخد 400,000 يورو، يعني في السنه كلها بياخد حوالي 20 مليون يورو، فارق كبير جدا وجاب كبير جدا واغراء كبير جدا جدا لمحمد صلاح الانتقال الى الدوري السعودي. لكن يمكن مدير اعماله طلع بتويتر في النهارده ورد على كل التساؤلات ديت، وقال ان صلاح يعني ما بيفكرش في هذا العرض، وان محمد صلاح يعني ملتزم بعقده مع ليفربول، ويعني قال لو ما كناش هنقعد في ليفربول ما كناش جددنا كمان التعاقد مع ليفربول السنه اللي فاتت. فالحقيقه محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم عقليه مختلفه شويه، عقليه احترافيه بشكل كبير جدا، وهو عنده البلان بتاعه. يعني اكيد محمد صلاح عنده البلان بتاعه، ما فيش شك ان الفلوس مهمه، ما فيش شك طبعا، وخاصه الارقام اللي بتتعرض على النجوم الكبار. شفنا رونالدو، شفنا نجوم كبار جدا في الدوري السعودي، شفنا اخيرا طبعا ساديو ماني وانتقاله الى نادي الاتحاد جده او النصر السعودي اسف. فالعمليه بتبقى فيها عمليه تفكير، هل ده الوقت المناسب؟ محمد صلاح عنده بلان، عنده مشروع لسه بيكمله مع ليفربول، وبالتالي العرض اترفض من محمد صلاح. من الأخبار كمان السعيدة يمكن الصحف البرازيلية يمكن سلطت الضوء على دونجا، طبعا دونجا النجم البرازيلي الكبير وزيارته لمصر. الحقيقة دايما الواحد بيشعر بالفخر ببلده ويحس ان بلده فعلا بلد كبيرة جدا، والناس كلها بتجري عشان تتواجد وتقضي أجازتها هنا في مصر. قبل كده شفنا جوارديولا موجود في مصر، النهاردة بنشوف النجم الكبير دونجا النجم البرازيلي الكبير طبعا، واسطوره من اساطير الكره البرازيليه وفي العالم كله، كان متواجد في مصر الحقيقه مع اسرته، بيقضي طبعا اجازه في مصر. الحقيقه الصحف نقلت عن سعاده دونجا بتواجده في مصر مع اسرته لقضاء الاجازه،
وقال انه بيحب الحضارة المصرية جدا، ومن خلال معرفته بيها خلال فترة دراسته، وقال ان كان الوقت ان هو كان دايما حابب انه يزور مصر، ولكن يعني سنحت له الفرصة انه يكون متواجد. طبعا دونجا اصطحب اسرته معاه للاستمتاع طبعا برحلة سياحية في المعابد المصرية القديمة والمقابر الفرعونية والاثار ووادي الملوك. يعني عندنا اماكن الحقيقة تبهر العالم كله الحقيقة، وزيارة دونجا كمان من الزيارات اللي هيكون ليها اثر كبير جدا على السياحة العالمية. حضراتكم عارفين دونجا يمكن تصريحات نقلتها عنه بعض الصحف البرازيلية، وقال عن مصر ان هو شعرت بالسعادة كبيرة جدا جدا بزيارة مصر ورؤية الآثار، وأتمنى أن أكرر الزيارة في المستقبل. ده شيء مهم جدا ويدعو الحقيقة للفخر. طيب زي ما بقول لحضراتكم النهاردة عندنا كلام مهم في حلقتنا مع منير غنام عن الكرة الأوروبية وبعض الملفات المهمة اللي قلتها لحضراتكم، الانتقالات في أوروبا عاملة إزاي، وكمان الدوري السعودي هيبقى شكله إزاي خلال السنوات اللي جاية. لكن خلينا نتكلم على المباراة الدرع الخيرية اللي أقيمت ما بين المان سيتي والأرسنال، اللي قدر فيها الحقيقة أرسنال يفوز فيها بركلات الترجيح. تفصيليا تكتيكيا وفنيا يمكن منير غنام هيفصل لك هذه المباراة تفصيلة فنية وتكتيكية بشكل أكثر من رائع. جارديولا هيشتغل إزاي السنة الجاية مع العناصر الجديدة، ده هنشوفه من خلال يعني لقائنا مع منير. كمان زي ما بقول لحضراتكم احنا هنتكلم على ملف الإصابات في الدوريات الخمس الكبرى. عندنا الحقيقة إحصائيات مهمة جدا حضراتكم هتتخضوا منها. عندنا كمان هل مقارنة ما بين عدد المباريات اللي بيلعبها اللاعبين المحترفين، هل تخطت الحد الأقصى لمجهوداتهم بسبب طبعا الويفا اللي بتحط بطولات كتيرة جدا، وعدد المباريات بقى زيادة في السيزون بشكل مرعب الحقيقة. ويمكن يورجن كلوب وعلق على دوت قال لك عدد المباريات بالنسبة للاعبين أصبح عدد كبير جدا في السنة، لأن اللعيبة بتلعب في الدوري وبتلعب في الكاس وبتلعب في بطولات أوروبا وبتلعب في منتخباتها مع منتخباتها سواء على مستوى أوروبا أو كاس العالم. فالحقيقة ده ملف هنناقشه كمان النهاردة في حلقتنا. الصحف العالمية كمان زي ما تعودنا أنا في المحترف قالت إيه، نشوف مع حضراتكم. الحقيقة خلينا نبدأ بمورينيو. مورينيو يمكن بيعلن رحيل مدافع روما إلى الدوري السعودي. يعني مورينيو الحقيقة أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لروما رحيل المدافع البرازيلي إيبانيز. مدافع روما رحل لأهلي جدة بعد ما اتفق على كل التفاصيل والشروط الشخصية في عقده مع النادي السعودي. يمكن مورينيو ودع اللعيب برسالة كده يعني فاني، يعني رسالة نشرها على حسابه الرسمي بإنستجرام، وكتب يعني بيقول له كنت ستفتقدني، شكرا على قميصك الأخير، وأضاف الآن يمكنك أن تدفع لي ولباقي الموظفين قيمة العشاء، استمتع في السعودية. يعني جوزيه مورينيو طبعا يعني بيهزر مع اللعيب ويقول له خلاص يا عم الدنيا لعبت معاك وخلاص اعزمنا احنا كلنا والناس اللي شغاله كلها على العشاء، ويتمنى له طبعا التوفيق في الدوري السعودي. يذكر طبعا النادي الاهلي السعودي نجح في ابرام تعاقدات كبيره جدا وقويه جدا من الدوريات الاوروبيه في الصيف ده. يعني عندنا ماندي ماكسيمين، وعندنا كمان رياض محرز راح، عندنا فيرمينو، عندنا ساديو ماني، غير كان رونالدو. الحقيقة نجوم كتيرة جدا جدا انتقلت هذا الصيف إلى الدوري السعودي. على الجانب الآخر بنتكلم، لو كنا بنتكلم على رونالدو في السعودية فكمان لازم نتكلم على ميسي الحقيقة، اللي بيسيطر وبيسجل رقم قياسي مع انتر ميامي بعد انتقاله للدوري الأمريكي. ان ميسي نجم انتر ميامي بدا طبعا بدايه مذهله الحقيقه مع الفريق الامريكي منذ انضمامه خلال الصيف. استطاع ميسي ان يمكن ينقذ فريقه من الهزيمه على يد اف سي دالاس خلال المباراه دور ال 16 في بطوله كاس الرابطتين الامريكيه والمكسيكيه، وخطف تعادل ثمين جدا في نهايه المباراه، ومن ثم يفوز طبعا ميامي بضربات الترجيح. وذكرت صحيفه ماركا الاسبانيه ان ميسي اللي سجل ثنائية رفع رصيده لسبع أهداف في أربع مباريات مع إنتر ميامي. طبعا أرقام كبيرة جدا بيحققها ميسي،
والصحيفه قالت لافته النظر ان ده رقم قياسي في الدوري الامريكي. اوضحت انه كمان لم يسبق لاي لاعب يظهر لاول مره مع فريق امريكي ان يسجل هذا العدد من الاهداف خلال 4 مباريات. ميسي الحقيقه سجل هدف الفوز كمان في شباك كروز او بمباراته الاولى، اول مباراه ليه سجل هدف الفوز، واحرز ثنائيه في 3 مباريات متتاليه ضد اتلانتا واورلاندو واف سي دالاس. طبعا ميسي بيقدم اداء ولا اروع في الدوري الامريكي، وطبعا الشكل اختلف تماما حتى على مستوى الكره الامريكيه، ومتابعه جباره حتى على مستوى السوشيال ميديا في نادي انتر ميامي، لان وجود ميسي هناك كمان قيمه كبيره جدا جدا بيضيفها ميسي للكره الامريكيه. طب نروح لبايرن ميونخ وبيان رسمي من البايرن بشان نوير حارس مرمى البايرن. اعلن نادي بايرن ميونخ الالماني النهارده ان حارس مرمى مانويل نوير استأنف التدريبات التاهيليه بعد خضوعه لعمليه جراحيه كانت مقرره منذ فتره. بايرن اوضح في بيان رسمي ان نوير خضع لجراحه ناجحه امس لازاله التركيبات المعدنيه من شظيه الساق اليمنى. حضراتكم عارفين ان يمكن نوير كان اتعرض لاصابه وكسر في الساق خلال طبعا ممارساته التزحلق على الجليد في فتره الاجازه في ديسمبر الماضي، ابعدته طبعا الاصابه عن الملاعب حتى نهايه الموسم. ونوير اشتغل بشكل مكثف جدا لاجل العوده للملاعب، لكن لم تتضح الصوره بشان عودته المحتمله في الوقت القريب. عشان كده يمكن تعاقد بايرن ميونخ مع الحارس السويسري سومر، ده من انتقل من بروسيا مونشنجلادباخ في يناير الماضي علشان يعوض غياب نوير، وشارك تقريبا في النص الثاني من الدوري. لكن سومر كمان خلاص هينضم لنادي انتر ميلان لعدم رغبته طبعا في وجوده كحارس ثاني بعد رجوع نوير من الاصابه. كمان على مستوى برشلونه، يعني نجم برشلونه بيرفض عرض مغري كمان من السعوديه، والمره دي هو الموهوب انسو فاتي. انسو فاتي طبعا اتعرض عليه عرض مغري جدا من الدوري السعودي خلال الميركاتو الحالي، وقال جافي ميكيل صحفي بجريده ايس الاسبانيه ان انسو فاتي اتعرض، يعني عرض عليه عرض لا يقام الحقيقه، يعني ما فيش قيمه محدده للعرض اللي اتقال، ولكن كان عرض مغري جدا جدا من المملكه السعوديه. كمان قال الصحفي الاسباني روميريو المتخصص في اخبار برشلونه ان انسو فاتي رفض العرض السعودي بالفعل اللي وصل له مؤخرا. زي ما قلت لحضراتكم يعني تقارير كتير زعمت مؤخرا ان فاتي بيتواجد على طاوله اهتمامات باريس سان جيرمان في الصيف دوت. المتوقع ان يعني يحصل فاتي على فرصه لطبعا للدخول في التشكيله الاساسيه للبارسا الموسم اللي جاي، طبعا مع رحيل المترقب لعثمان ديمبلي اللي كان اللي هيبقى قريب جدا للانضمام للبي اس جي باريس سان جيرمان. خلاص خلصنا اخبارنا، نروح بقى ونشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. نبدأ في أسبانيا، جريدة ماركا الأسبانية أكدت أن عثمان زي ما قلت حضراتكم عثمان ديمبلي لاعب برشلونة وصل بالفعل لباريس تمهيدا لانضمامه لفريق باريس سان جيرمان. ركزت الصحيفة على ريال مدريد وكتبت تساؤلات وشكوك حول مصير ريال مدريد قبل البداية، خاصة الظهور بصورة غير مستقرة في الجولة التحضيرية للموسم الجديد. لسه في أسبانيا وصحيفة إيس الأسبانية أكدت هذه الصحيفة أن مانشستر سيتي أغلق الباب أمام رحيل كانسيلو لبرشلونة، وكمان اهتمت الصحيفة بنادي باريس سان جيرمان وكتبت لويس إنريكا المدير الفني يترقب مسير كيليان مبابي مع الفريق. صحيفة سبورت كمان الأسبانية اللي اهتمت بانتقال فرانك سي طبعا لاعب برشلونة إلى نادي أهلي جدة السعودي، برناندو سيلفا يرغب في الرحيل المان سيتي. صحيفة ليكيب الفرنسية كتبت راموس وديمبلي وشكل جديد لباريس سان جيرمان الموسم المقبل. أكدت طبعا الصحيفة على اقتراب ديمبلي من الانضمام الرسمي لصفوف فريق العاصمة. نطير على انجلترا وجريدة الانجليزية بايرن ميونخ بالفعل اشترى هاري كين في المانيا، وان الفريق البافاري يثق في قدراته على إتمام صفقة الانتقال مقابل 103 مليون جنيه استرليني إلى توتنهام.
أما جريدة تي زد الألمانية سلطت الضوء على هاري كين وأكدت أن توتنهام يعمل جديا على تمديد تعاقد هاري كين، لكن اللاعب وفقا للموقع الألماني لا يرغب في تمديد التعاقد مع توتنهام ويرغب في الانضمام إلى الفريق البافاري. دي كانت أخبارنا، هنطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل نجمنا منير غنام عشان نتكلم في كل تفاصيل حلقتنا النهاردة في المحترف. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف، بنرحب بنجمنا النهاردة وضيفنا النهاردة منير غنام، نتكلم معاه في كل تفاصيل حلقتنا وملفات المهمة جدا النهاردة، مشرفنا في المحترف. منير مساء الفل عليك. لا كابتن عامل ايه؟ منورنا. مبسوطة مع حضرتك النهاردة. أهلا بيك، عندنا ملفات كثيرة وعندنا كلام خارج الصندوق، انت محضر الحقيقه، اتكلمت معاك قبل الهوا محضر حاجات حقيقه مهمه جدا ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش عن طبعا الدوري الانجليزي، خاصه مباراه الكاس الخيريه اللي كانت ما بين الارسنال والمان سيتي. لكن غنام بتكلم على العالميه، ودايما لما بتكلم على العالميه بتكلم على محمد صلاح. طبعا محمد صلاح ما فيش شك وصل لدرجه من الثقافة الاحترافية ومن العقلية الاحترافية اللي كلنا بنحترمها، ووصل للتوب ليفل مع نجوم كبار جدا. والعرض اللي اتعرض عليه الحقيقة اللي اتكلمت عليه في الانترو عرض مغري جدا للانتقال للدوري السعودي. شفت العرض ده ازاي وشفت ردود افعال محمد صلاح ووكيله ازاي على العرض ده؟ صلاح من اكبر لعيب في العالم، هو مش مرد ان هو لعيب مصري، اي حد يقولك العكس، انا بحس ان هو في مصر هنا مظلوم مقارنة في ليفربول، من اكبر لعيبه في العالم كلها. العرض اللي جاله عرض كبير زي ما جه نجوم كتير، بس هو عشان لعيب ماركتبل زي ما بيقولوا، في ناس كتير بتبص عليه، العرض جاله عرض كبير، لكن ده يثبت طموح محمد صلاح. وادي محمد صلاح مهم بالنسبه له انه يصنع اسم كبير لنفسه. على فكره من كام سنه كان انا عايز اناقشك في النقطه دي معلش، يعني اكيد بنتكلم ما انت هتيجي يقول لك ما ساديو ماني مثلا، ساديو ماني من اللعيبه اللي كانت مكسره الدنيا في اوروبا لكن انتقل للدوري السعودي. يقول لك رياض محرز فاز بالثلاثية مع المان سيتي السنة اللي فاتت وراح للدوري السعودي. ايه اللي اتغير في عقلية صلاح ما ممكن يفكر زيهم؟ يعني ايه انت شايف محمد صلاح لسه عنده الباشن وعنده الشغف لكرة القدم اللي انتهى عند جزء من اللعيبة اللي انتقلت للدوري السعودي؟ محمد صلاح لعيب عنده 32 سنة بيتصرف كأنه عنده 25 سنة، لسه دايت ستريكت، لسه التمارين بتاعته معينه جدا، على طول بيتكلم عن المنتاليتي بتاعته وافكاره. فهو لعيب عنده طموح كبير جدا، يعني انا على طول بقول اكبر سلاح عند محمد صلاح هو طموحه اكتر من اي مهاره عنده. من كام سنه انا فاكر كان يمكن من سنه وسنتين كان في مشكله العقد بتاع صلاح وهيمشي من ليفربول ولا مش هيمشي، كان في ناس كتير بتطلع تقول لك صلاح بقى بيبص على الفلوس، بقى الفلوس مهمه بالنسبه له. ده اثبات ان محمد صلاح ساعتها كان مجرد عادي يتقدر مش اكتر، هو نجم كبير يستحق كل الفلوس اللي بتجيله، كل المكان اللي هو فيها تمام، ولكن طبعا رفضه للدوري السعودي بيثبت تاني ان هو عنده طموح كبير عايز يبني نفسه، مش مجرد انه ماشي ورا الفلوس زي لعيبه كتير ومش يعني مش عايزين. هل من الممكن نشوف يعني ممكن يكون صلاح خلال السنه دي هو قرر انه يقعد في ليفربول، لكن ممكن نشوف محمد صلاح خلال الفتره اللي جايه في الدوري السعودي؟ كنا بنتكلم يمكن من وقت قريب ان طموحات محمد صلاح انه ممكن بيتكلم على البي اس جي، بنتكلم على ريال مدريد. هل السوق السعودي غير شويه من افكار اللعيبه ووكلاء اللعيبه والانديه، بقى سوق مغري جدا لانتقال اللعيبه فيه؟ طبعا خريطه الكره اتغيرت بعد حصل في السعوديه، ده بالتاكيد. بالذات انا في رايي اول كام لعيب راحوا لكنوا في اخر الكارير بتاعهم، شفناها في امريكا شفناها في الصين. مظبوط. المشكله في اللعيبه الجديده اللي راحوا، ماني ورياض محرز زي ما حضرتك قلت، بروزوفيتش كان لسه في نهائي تشامبيونز ليج، روبن نيفيز 26 سنه راح، حكيم زياخ كان عايز يروح برضه. فاحنا بنتكلم عن لعيبه كتير جدا، مندي من كام سنه كان مع تشيلسي كسب تشامبيونز ليج دلوقتي في السعوديه، بنتكلم عن لعيبه كبيره جدا راحوا في لسه في البيك بتاعهم، فده غير خريطه الكوره. انا مش شايف ان محمد صلاح هيروح، لان محمد صلاح زي ما انا بقول في رايي لسه عنده طموح كبير عايز يحققه، بس محمد صلاح 32 لكن وارد يعني ممكن وارد خلال سنتين ممكن يكون موجود. ممكن ولكن هو لسه في البيك بتاعه، لسه بيأدي بشكل كبير. السنه اللي فاتت جاب 19 جون في الدوري، عدد كبير جدا، فهو لسه عنده طموح كبير، ولسه صلاح ما حققش كل البطولات اللي اظن هو عايز يحققها. في الاول في الاخر ليفربول في كل فتره كلوب جابوا دوري واحد تشامبيونز ليج واحد، لسه في بطولات اكتر يكسبها، لسه في تاريخ اكتر يصنعه، هو لعيب كبير وعقليه كبيره جدا يعني. طيب تمام. كنت لسه بتكلم في الانترو ان يمكن ما عندنا لسه ما كانش في جدول الدوري الممتاز للموسم اللي جاي لسه ما اتعرضش، ولكن طبعا خلاص الدوري الانجليزي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي بدايته. وكمان خلي بالك الاسبوع اللي فات كان بدايه الشامبيونشيب
وعايز اخد رايك في سام مرسي. سام مرسي عمل مباراه جيده جدا وخد رجل المباراه مع بدايه بطوله الشامبيونشيب في انجلترا. الشامبيونشيب بطوله صعبه جدا فيزيكال جدا، في ناس كتير بتقول ان هي احلى تتفرج عليها حتى في البريمير ليج، يعني في ناس بتقارن الشامبيونشيب بدوري الدوري البرتغالي الدوري الالماني حتى انه دوري قوي جدا. سام مرسي عمل ماتش كبير، هو لعيب كويس. انا فاكر من كام سنه لما راح مع كوبري كاس العالم الناس كلها كانت بتسال مين ده وما لعبش وشفناهوش كتير وكده، لكنه لعيب كويس. وزي ما بنقول على طول لازم نبص على المحترفين بتوعنا اكتر من كده. سام مرسي بقاله فتره محترف، في لعيبه كتير جدا محترفه في مصر مش واخده حقها. محمدي السفير بتاع استون فيلا مش واخد حقه هنا في مصر، حتى محمد زيان في لعيبه كتير جدا احترفت وعملت تاريخ كبير جدا مش معروف هنا في مصر قد او مش واخدين الصيت المفروض ياخدوها. هو لعيب كويس ان شاء الله ينضم بطوله قويه جدا يعني. انت بتتكلم، حتى انا مره كنت بتكلم مع حجازي فبيقول لي على فكره انا بالنسبه لي البريمير ليج اسهل كتير جدا ان انا العب في الشامبيونشيب. لعيبه كتير لانه دوري فيزيكال، دوري سريع، الافكار فيه مختلفه جدا. لسه شايفين فينسن كومباني السنه اللي فاتت مع بيرنلي عمل اداء كويس، بس كان بيتكلم انه ما كانش متخيل صعوبه الشامبيونشيب. فهو دوري يقارن بالدوري الالماني والدوري الفرنسي، هو دوري صعب جدا الشامبيونشيب. فاداء مشرف جدا لسام مرسي، أداء مشرف، وأعتقد كمان روي فيتوريا حاطط عينه عليه بشكل أكيد. كبير يعني خلال الفترة اللي جاية يمكن سمعنا أن يمكن قد يكون استبعاد النني في القائمة اللي جاية، لأن النني الحمد لله بقى كويس ولكن مشاركاته قليلة جدا مع أو في الفترة اللي فاتت بسبب الإصابة. لكن سام مرسي ده هياخدنا لرؤيتك برضو أن قوة المنتخب المصري الحقيقة هتكمن في عدد المحترفين بالزبط. ودي العنصر اللي ناقصنا لغاية دلوقتي في مصر بالزبط. واتحقق لمنتخبات كتيره جدا على راسها المنتخب المغربي والسنغالي والجزائري والتونسي، كلهم عندهم لعيبه محترفين كتير. شايف ده ازاي؟ وشايف تاثير كمان اللعيبه المحترفه دي على منتخباتها ازاي؟ اللعيبه المحترفه على طول بتعلي رتم التمرين، بتعلي جوده اللعيبه، حتى لو بيتمرنوا فتره قصيره هي المعسكر بس على المنتخب، مهم جدا يكونوا موجودين، عندهم خبرات كبيره. احنا عندنا دلوقتي لعيبه في مصر للاسف لعبوا للانديه كبيره جدا ولسه ما لعبوش قدام جمهور لغايه دلوقتي، او ما لعبوش فتره طويله قدام جمهور. ده بان جدا في ماتش السنغال السنه اللي فاتت لما كان في ضغط كبير جدا وكان تحس فيه لعيبه قلقانه شويه. اللعيبه المحترفه دي لعبوا في ضغوطات كبيره مع فرق كبيره، فبيضيفوا حاجه للمنتخب حتى لو ما لعبوش حاجه نفسيه للمنتخب. صحيح. فمهم جدا يكونوا موجودين كلهم، مهم نحط عينينا عليهم، مهم الناس دي تاخد حقها في مصر حتى لو ما لعبوش الانديه الكبيره الموجوده في مصر. طيب تعالى انا وانت كده نتكلم شويه على بدايه البريمير ليج اللي هيبدا يوم الجمعه اللي جايه، وخلينا نتكلم في ليفربول. وخلينا ابدا تاني بمحمد صلاح، وكان في موضوع شرط الكابتن، شرط الكابتن راحت وجات، وكان في بعض الناس او بعض على السوشيال ميديا بيقول محمد صلاح هو هيكون كابتن الفريق، ولكن الموضوع اتحسم ومحمد صلاح اعتقد من ضمن الكباتن، اعتقد رقم 3 او رقم 4. شفت برضو ده ازاي وقد ايه تاثير محمد صلاح، لانه خلاص بقى من اساطير ليفربول مش من نجوم ليفربول يعني. طبعا هو الهداف التاريخي في البريمير ليج ليهم، بقى من الليدرشيب جروب زي ما بيقولوا او مجموعه القياده اللي بتقود الدريسنج روم الفريق، هو وترينت ومعاه روبرتسون وفان دايك واليسون، هم اللعيبه الكبار الموجودين من السيره القديمه. هيكون دوره مهم جدا لان ليفربول اشتروا كام لعيب صغير لسه في السن، هيكون دوره مهم. اعتقد دي من الاسباب برضو اللي خليته يتمسك بفريق ليفربول، انه دلوقتي بقى دوره اكبر حتى كقياده مش بس كلاعب كوره، فده مهم جدا بالنسبه لليفربول كفريق. كفريق والبري سيزون قضاه ازاي؟ انت شفت استعداداته للموسم اللي جاي ازاي؟ ليفربول اعتقد ان هو يمكن اتخض من اللعيبه اللي مشت، هو ان ميلنر وهندرسون وفابينيو يمشي مره واحده عمل مشاكل في رايي في نص الملعب. ميلنر كان متوقع انه يمشي من الاول وصل لسن معين، هندرسون وفابينيو بالذات صدموا الفريق. اشتروا لعيبه كويسه، اشتروا سبولسي من لايبزيج، اوكي لعيب كويس جدا جدا، اشتروا ميكاليستر من برايتون لعيب كويس وعنده خبره في البريمير ليج وده مهم، بس لسه عندهم مشكله في نص الملعب. هنشوف هيجيبوا قبل ما الترانسفير ويندو يقفل ولا لا، هيجيبوا لافيا من ساوثهامبتون ولا لا، لعيب كويس ممكن يلعب نمره 6. عندهم مشكله في نص الملعب كالعاده، بقى لهم سنين عندهم المشكله دي، كانت باينه جدا السنه اللي فاتت. فمع اللعيبه اللي مشيت عندهم مشكله اكبر. هو دايما بص منير كان دايما في فترات تألق ليفربول كان دايما الفوكس على الثلاثي الهجومي او المثلث الامامي اللي كان ما بين ساديو ماني وفيرمينيو ومحمد صلاح. المثلث ده اتأثر اكيد برحيل ساديو ماني، كلنا شايفين أكيد. بعد كده خلاص دلوقتي فيرمينيو مشي، تبقى محمد صلاح، في نونيز، وفي على الجانب الاخر دياز. بالظبط. انت شايف التاثير ده يعني هيرجع لقوته خلال الفتره اللي جايه؟ انت بتقول مشكله في وسط الملعب، هل
المثلث الامامي او الخط الامامي لليفربول يقدر بيه يستعيد بيه مكانته بالفوز مثلا بالبريمير ليج او الوصول لنهائي تشامبيونشيب؟ انا في رايي الاجابه دي هي اه ولا او لا الاثنين. طيب. في حاجه لويس دياز رجوعه هيبقى مهم جدا لانه لعيب موهوب جدا وهيبقى مهم في وجوده. جاكبو هيتحسن الموسم الجاي، داروين هيتحسن. طيب كراس حربة ولا كطرف شمال؟ انا تالي جاكبو هيلعب كطرف مش هيلعب كراس حربة، تالي الاعتماد هيبقى على داروين كراس حربة. محمد صلاح طبعا هيبقى دوره كبير جدا. ففي الناحية الهجومية انا شايف هيبقى في تحسن بالذات برجوع لويس دياز لانه لعيب مهم جدا. المشكلة الأكبر في رأيي اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت في فريق ليفربول وحتى كلوب اتكلم عنها هي الضغط بتاع ليفربول. في السنين اللي فاتت التميز الحقيقي للثلاثي اللي قدام ما كانش بس هما معاهم كوره وهما معاهمش كوره. اوكي. الضغط العالي كانوا بيعملوه الجنجر بريس او الكاونتر بريس زي ما بيسمى او لما يخسروا الكوره بيضغطوا ضغط عالي جدا وخطوط نص الملعب بتروح معاهم. فده كان مميز، هندرسون كان مميز كان وميلنر كان مميز. فانا رايي الثلاثي اللي قدام هيقدم كتير بس هيضطر يورجن كلوب زي ما هو قال انه يغير شويه من افكاره في من غير كوره وفي مراحل البنايه لان ده بروفايل مختلف. هو بعض الناس بتتكلم ان ليفربول في موسم الانتقالات هو لم ينتهي بعد، ولكن ما فيش ما تحسش برضو ان في الناس اللي خرجت افضل من اللي كانت او هتاثر بشكل كبير على ليفربول. لسه الموسم مفتوح والانتقالات موجوده بشكل كبير، لكن مطمن على ليفربول الموسم اللي جاي هيكون في تحديات بالنسبه له؟ هل هيكون ضمن التوب 5 تيم او الخمسه الكبار في الدوري الانجليزي؟ انا متوقع ان هيبقى احسن من السنه اللي فاتت، هيبقى ضمن التوب 5 متهيألي لان متهيألي دلوقتي تشامبيونز ليج في انجلترا بقى خمسه اللي بيروحوا او خمسه اللي بيتأهلوا وبيلعبوا بلاي اوفس وحاجات زي كده، فهيبقى ضمن الفرق اللي هتتأهل تشامبيونز ليج اعتقد. بس هيبقى موسم صعب. هل هينافسوا على الدوري؟ ما اظنش، لان لو الفريق خلص كده ما جابوش لعيبه كمان متهيألي هيبقى صعب، لان زي ما بنقول افكار الضغط بتاع كلوب مع الثلاثي الجديد الدايناميك بتاعهم مختلف، البروفايل بتاع لعيب مختلف مع لعيبه نص الملعب، مع ان هم خسروا ميلنر وهندرسون وفابينيو هيبقى صعب ان هم ينافسوا على الدوري اعتقد. لكن هم خلصوا التوب 4 توب 5 هيخلصوا في المكان ده لان هم عندهم كواليتي كبير، عندهم لعيبه كويسه جدا، ولسه زي ما قلنا ترانسفير ماركت ما خلصش، هنشوف اللي هيحصل. بالنسبه للترانسفير ماركت والانتقالات عندنا طبعا محضرين طبعا اكتر الفرق يعني تصديرا للاعبين، الفرق اللي خارج الاتحاد الاوروبي تصديرا للاعبين للخمس دوريات الكبرى هيكون معانا. لكن عايز اسالك قبل ما نشوف ده، عايز اسالك الترانسفير ماركت او الترانسفير الصيفي دلوقتي في اوروبا انت شايفه ازاي؟ واقوى صفقه بالنسبه لاقوى نادي، او انت شايف ان هيضيف كتير جدا جدا لاعب معين راح لنادي وهيضيف له كتير جدا، شايفه لغايه دلوقتي فريق ايه ومين اللعيب ده؟ في اتنين لعيبه هيغيروا كتير من فرقه. في راس الحربه راح لتشيلسي، جاكسون اسمه متهيألي راح تشيلسي، زي ما قلنا انكونكو مش راس حربه فهيلعب تحت راس حربه الجديد اشتروه من اسبانيا، فده هيفرق كتير، فده هيبقى من اللعيبه المؤثره في رايي. تانيا اونانا في مانشستر يونايتد، اونانا ده هيغير كتير لان تنهاج ليه افكار معينه جدا، بانت في اياكس، بانت في الفرق اللي كان بيدربها السنه اللي فاتت، تراجع عن الافكار دي بعد اول ماتشين لما خسر 4-0 برايتون، تراجع عشان الافكار دي وقال لك طيب نغير طريقه اللعب شويه. لكن اونانا لعيب جول كيبر بيلعب برجله كويس جدا، كان لعيب نص ملعب، حتى جوارديولا كان بيتكلم في نهائي تشامبيونز ليج صعب جدا تضغط عليه، هيغير البيلد اب بتاع مانشستر يونايتد، هيغير افكار مانشستر يونايتد في البنايه في المراحل بتاعت اللعب، هيبقى لعيب مهم جدا ومؤثر جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد وهم معاهم الكوره. هم معاهمش كوره هنشوف. طيب الصراع اللي داير دلوقتي وهاري كين، هاري كين مع توتنهام وبايرن ميونخ، والبايرن متمسك بيه لدرجه ان بعض التقارير قالت انه خلاص اشتروا له بيت في المانيا ونوصل لمراحل متقدمه جدا بالاتفاق مع اللاعب. ولكن على مستوى توتنهام مين يعوض هاري كين لو في حاله رحيله طبعا للبايرن؟ هيكون عنده مشكله اكيد. ما حدش هيعوض هاري كين، هاري كين مش اللعيب سهل تعوضه، واللعيب بيجي مره كل 10 20 سنه، لعيب كويس جدا جدا. هيضطر يبقى حل جماعي، هاري كين هيتباع، ما اظنش في راس حربه هيروح يجيبوه هو اللي بالظبط هيبقى مكان هاري كين، هيبقى مجموعه من لعيبه هيدعموا خط الهجوم عامه في مراكز مختلفه، وهيبتدي ينشطوا شويه الفريق. وده حتى بوتشاكوكلو اللي هو مدرب بتاع توتنهام في سيلتك كان كده، ما كانش بالذات عنده راس حربه صريح، لكن كان عنده مجموعه من المهاجمين بيجيبوا اجوان مختلفه. وده متهيألي هيجي في مصلحته نوعا ما، طبعا صعب تقول كده لعيب زي هاري كين لعيب مهم جدا،
بس رحيل هاري كين ممكن يصب في مصلحه الفريق لو عرفوا يشتروا. بس متهيألي منير دي السنه الاخيره لو عايز يتنقل للدوري الالماني اعتقد هتبقى الفرصه بالنسبه له دي الفرصه الاخيره يعني. ما انا كنت شايف انه يستنى فريق الدوري الانجليزي. انا كنت متهيألي انه هروح مانشستر يونايتد. المانيو يونايتد انا كنت اعتقد هروح مانشستر يونايتد لان كانت مناسبه، هو عايز في الدوري الانجليزي عشان عايز يكسر الريكورد بتاع آلان شيرر، في نفس الوقت مانشستر يونايتد عايزين راس حربه. هتبقى تجربته شبيهه بساديو ماني كده تعتقد مع البايرن، هيكون اختلاف الاجواء، اختلاف الدوري، الريتم مختلف شويه، الجماهيريه مختلفه شويه، لكن البايرن طبعا فريق كبير وفريق بطولات. هل هيكون فيها ريسك نفس تجربه ساديو ماني مع البايرن؟ ما اعتقدش. ساديو ماني كان عنده مشاكل شخصيه مع ناجلزمان ومع الفريق، حتى في خناقه معروفه بتاعته هو وساني، كان في مشاكل، هو ليه طريقه تعامل معينه. هاري كين مختلف كشخصيه، مختلف كبروفايل. توماس توخيل مش مشهور بتعامله مع اللعيبه، ولكن لو بنتكلم من ناحيه التكتيك هو راس حربه يناسب توماس توخيل، هو بيحب راس حربه اللي بينزل بين الخطوط اللي بيوزع مع الخط الامامي بتاع بايرن ميونخ. في عندهم لعيبه كتير، عندهم سانيه وعندهم نابري عندهم كومن، عندهم لعيبه كتير بتلعب في المراكز دي، فمتهيألي لا هيبقى فرق كبير. مش هيعوض ليفاندوفسكي زي ما الناس بتقول لان هم لعيبه مختلفه، ولكن لا هيأثر بشكل كبير، هيأثر ايجابيا مع البايرن وهيزود فرصهم في الشامبيونز ليج ده اكيد. طيب لو جاهزين باكتر الفرق ضخا او يعني بعتت او راحت او صدرت لاعبين خاصه للتوب 5 ليجز، خمس الدوريات الكبرى، نشوف الانفوجراف دوت ونرجع نكمل حديثنا مع منير غنام. دي بعض الفرق والاكاديميات اللي صدرت لعيبه كتيره جدا جدا للتوب 5 ليج، يعني الخمس دوريات الكبرى، وانديه كبيره منهم اكاديميه في السنغال معروفه جدا ومشهوره جدا جيرانسيون. ف شايف ده ازاي، وشايف الجزء بتاع سوء الانتقالات بقى حتى من على مستوى الارجنتين، المستوى البرازيل، بقى اللعيبه الاوروبيه الترانسفير بقى اقل شويه من السنوات اللي فاتوا. محتاجين نبص على تجربه ريال مدريد مع النوادي البرازيليه. بالظبط. بص على اخر كام سنه ريال مدريد جابوا كام لعيب من النوادي البرازيليه وصرفوا فيهم فلوس عامله ازاي. بلاد في افريقيا برضو بتصدر لعيبه كتير. محتاجين بقى ناخد درس ده ونتعلم دي في مصر، ازاي نسوق اللعيبه، ازاي نطلع اللعيبه بتاعتنا، الايجنت يتعلموا ازاي اللعيبه البرازيليه دي راحوا لريال مدريد والنوادي زي دي. محتاجين نتعلم الدرس ده. محتاجين طبعا نبص على ترانسفير ماركت، الخريطه اتغيرت ازاي، لان دلوقتي بقت نوادي، زمان كانت بتبص على اياكس المانيا البلاد زي دي مثلا بريمير ليج، بص على بلادي بس. دلوقتي لا، بقى السكاوتنج بقى اكبر بكتير، بقى يبصوا على بلاد ابعد ارخص تجيب لعيب سهل تطوره. فمحتاجين احنا كمان في مصر نبتدي نفكر في الموضوع ده بشكل جدي، ازاي نطور اللعيبه دي وازاي نماركت دم زي ما بيحصل في البلاد المختلفه. طيب خلينا مع حضراتكم كمان نفتح ملف، يمكن ملف ما حدش اتكلم عليه كتير، ملف الاصابات، اصابات اللعيبه في يمكن الدوريات الكبيره. بنتكلم على عدد كبير جدا جدا من المباريات. يمكن في الانترو قلت لك خلاص اللعيب بيبقى دايما ليه حد اقصى من المباريات، ما يقدرش يتعداها الا هيكون عنده اصابات، واصابات كبيره جدا جدا. هفتح الملف ده معاك والشكل العام، ان خلاص بقت الويفا والفيفا بيدوروا على مكاسب ماديه بغض النظر عن اجهاد اللاعبين، اجهاز الاجهزه الفنيه، بقى عدد كبير جدا من البطولات، عدد كبير جدا من المباريات واللي بيخدها الفرق وخاصه في اوروبا. شايف ده ازاي، وشايف انعكاسه بقى على كره القدم في السنين اللي جايه يعني. لسه امبارح جوارديولا بعد ماتش الكوميونتي شيلد اتكلم عن ازاي ما بقاش فيه استشاره من الفيفا والويفا للعيبه والمدربين على قرارات زي دي. قرارات زي ايه؟ زي ان هم دلوقتي بقى قرار الاكسترا تايم، بقى دلوقتي اكسترا تايم اطول بكتير، ففي حتى جرافيك بيثبت ان اللعيبه هتلعب ماتشات اكتر بكتير من اللي هيلعبوها.
ومعدل مثلا محمد صلاح لعب 3 ماتشات اكتر من اللي كان هيلعبه قبل كده. فمحتاجين برضو اول حاجه نستشير اللعيبه. يعني انت بتتكلم الاول كان في استشاره والاستشاره دي توقفت خلاص، يعني خلاص ما بقوش ياخدوا راي الانديه في حاجه، لان الكوره بقت لعبه تجاريه دي الحقيقه، والعامل البشري ده بقى متجاهل بشكل كبير جدا. انت قلت محمد صلاح كمان من اكتر اللعيبه مشاركه في مباراه الموسم اللي فات على مستوى العالم، يعني والبروجكشن مبني على الموسم اللي فات انه بالقوانين الجديده بتاعت الاكسترا تايم هيلعب ما يوازي 3 ماتشات زياده. برضه عشان برضه الناس تفهم القوانين الجديده، طبعا منير بيتكلم على موضوع الاكسترا تايم، يعني خلاص بقت كل دقيقه محسوبه لو الكوره بره الملعب او في توقف او فممكن تلاقي مثلا الوقت بدل الضايع 15 دقيقه او 17 دقيقه، وبالتالي المباراه ما بقتش 90 95 انت بتتكلم توصل ل 120 بالظبط. امبارح ده مجهود اكبر على اللاعبين. امبارح كملوا كومين شيلد لغايه الدقيقه 100، ارسنال جاب جون في الدقيقه 100، فده هيزود دقائق اللعب، هيزود الاجهاد عند اللعيبه. الموسم اللي فات بعد كاس العالم عدد اللعيبه اللي جالها اصابات نون كونتاكت، يعني اصابات مالهاش علاقه بالملعب او اصابات زي دي، اصابات عضليه بسبب الاجهاد كبير جدا. اثبت دلوقتي من الدراسات ان لعيب الكوره محتاج على الاقل 3 ايام ريكفري عشان يقدر، 3 ايام ريكفري عشان يبدا، على الاقل عشان يقدر حتى يلعب، يرجع يلعب حتى مش مستوى عالي، يلعب كويس. 40% من اللعيبه في العالم مقتنعين انهم يلعبوا ماتشات اكتر المفروض يلعبوها، 55% من اللعيبه في العالم كله مقتنعين انهم جالهم على الاقل اصابه مره في مسيرته بسبب عدد الماتشات اللي بيلعبها. محتاجين نحط ده في الاعتبار في الاول وفي الاخر الكوره. طب انا عايز اخد رايك في القصه ديت، يعني انت كواحد مهتم بالكره العالميه، هل كثره البطولات وعندنا دلوقتي كان عندنا دوري الابطال وبعدين بقى في ال 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 كاس وبعد كده دخل كاس المؤتمر وبعد كده عايزين يحطوا بطوله زي بطوله اوروبا و و و و انت رايك ده هل ده في صالح الكوره، هل ده في صالح الانديه، ولا هو خلاص بقت العمليه ماديه بحته جدا جدا بالنسبه للاتحاد الاوروبي؟ يعني محتاجين نبص عليها من شقين. اول شق هو الجماهير بالنسبه لها احسن في ماتشات اكتر، ان احنا بنحب الكوره عايزين نفرج على الكوره. فمثلا دلوقتي ويست هام السنه اللي فاتت كسبوا الكونفرنس ليج اللي هو المؤتمر. طيب. ده بطوله ما كانتش موجوده قبل كده، فده ادى فرصه لواحد دلوقتي من جماهير ويست هام عمره ما كان هيكسب حاجه بره انجلترا انه يكسب بطوله، فده كويس للجماهير. بالنسبه للعيبه بقى ده متعب. ده صعب، زي ما قلنا 55% من اللعيبه مقتنعين ان بسبب كسره الماتشات دي جالها على الاقل اصابه واحده ميجر انجري، يعني اصابه كبيره. كلامك مظبوط، خاصه خلي بالك في لعيبه صغيره، يعني مش هتكلم صغيره في الاداء لكن سنها صغير، يعني شفنا لعيبه كتيره 18 و19 سنه، فعدد المباريات الكتيره ديت هتاثر عليها لما يكون عنده مثلا 28 29 طبعاً. سنه هيكون عنده اصابات ممكن تمنعه ان يبقى كاريره يوصل ل 35 او 36 طبعاً. او يقدر يلعب لغايه سن متقدمه طبعاً. يعني وكان مش بس فيزيكلي، الضغط النفسي كمان. في قصه معروفه جدا لكوتينيو كان جاته فتره كان عنده اصابه جامده جدا في ظهره، وطلع الدكتور بتاع برشلونه ساعتها اعلن ان السبب الرئيسي للاصابه دي هو كمل الضغط النفسي اللي هو فيه. محتاجين برضو نبص على الضغط النفسي لما يكون بيلعب ماتش كل يومين ثلاثه، لما يكون عنده ضغط بطوله واثنين وثلاثه واربعه ونيشنز ليج وكمان التصفيات وكمان مع النادي بتاعه وكمان كاس العالم يتلعب في ديسمبر. الضغط ده كله النفسي وكمان الفيزيكال بيعمل مشاكل للعيبه، محتاجين نفكر في الموضوع ده. طب احنا لو عندنا كمان يا جماعه محضرين جداول ننزلها ونتكلم عليها، يعني عندنا كمان احصائيات انتم محضرينها بشكل كويس جدا، ابداوا نزلوها واحنا بنتكلم في الموضوع ده لان الموضوع مهم، فخلينا ننزل بيها. بلينجهام على سبيل المثال لعيب مميز جدا، انتقل طبعا من بروسيا دورتموند لريال مدريد، لعيب صغير في السن لكن عدد مبارياته بدا يبقى كبير جدا جدا، والصوره اللي قدامنا ديت يعني بتبقى فوق مكتوب ريسك تو كارير، يعني هو عنده ريسك ان كاريره يمتد لعمر اطول طبعا. وعملوا مقارنه ما بينه وما بين ديفيد بيكام وستيفن جيرارد وفرانك لامبرد، لقوا ان عدد الدقائق وعدد المباريات اللي لعبها في السن دوت في السن ده مقارنه بالنجوم الكبار اللي كملوا مسيرتهم لا هتلاقي عدد كبير جدا، هو متفوق في السن دوت بعدد كبير جدا من الدقائق والمباريات، ده هينعكس سلبيا على كاريره على مشواره. يعني كمان زي ما بقول لك كمان في مقارنه ما بين طبعا امبابي وطبعا
تيري هنري، وعندك كمان بتتكلم على بيدري، وبتتكلم مقارنة بينه وبين تشافي، وعندك فينيسيوس مقارنة ما بينه وما بين رونالدينيو. كل العدادات المنظر العدادات ده، لا ده اللعيبة ديت في السن دوت لعبوا أكتر كتير جدا جدا من الأساطير اللي موجودة جنبهم يعني، وبالتالي ده شيء بيأكد إن ده في خطر على اللاعبين، خطر على امتداد الكارير بتاعهم بشكل كويس يعني. طبعا جود بيلينجهام من ساعة هو صغير طلع راح ألمانيا عشان فرصه أكتر إنه يلعب من البريمير ليج، لو قارناه مثلا بستيفن جيرارد كان بيلعب في ليفربول كان فرص مشاركته أصعب. جود بيلينجهام راح الدوري الألماني، في ناس كتير عندها فكر إن هي تروح زي جيدن سانشو برضه نفس الكلام راح الدوري الألماني. صحيح. ده بيديهم خبرات كبيره طبعا، بس بيزود الدقايق بشكل كبير جدا، بيزود ريسك الاصابات. بس الفرق كبير قوي يعني، جداً. يعني لو شفنا الفرق مثلا ستيفن جيرارد لعب حوالي 2000 دقيقه وهو في نفس عمر بلينجهام، بلينجهام لعب 14000 دقيقه. يعني يعني الفرق كبير جدا جدا كبير. والحقيقه مجهود كبير بيتبذل من اللعيبه وهو صغير ممكن فعلا ياثر على مستواه كمان لما يكون عنده 27 28 سنه او على مستوى الاصابات يعني. طبعا. واللي نقدر نتكلم عنه بشكل مختص يعني هو مايكل اون. مايكل اون ناس كتير جدا بتتكلم ان هو لعب كتير وهو صغير وده اسرع كبيرته قدام. صحيح. ده بص على مايكل اون بقى مقارنه بجود بيلينجهام عامل ازاي. يعني ناس كتير كانت بتقول لك مايكل اون اللي دمره في الكارير بتاعه انه هو صغير لعب فتره طويله جدا ولعب كتير جدا وده بوظه. يعتبر اكتر واحد من الـ من الـ من الاساطير الموجوده لعب 10000 دقيقه، لكن مقارنه بالجهام طبعا 4000 دقيقه. 4000 دقيقه عدد كبير جدا جدا، جداً يعني. طيب اخد كمان على مستوى كمان المنتخبات، ده بيأثر لان في كمان عناصر مهمه جدا بتلعب مش مع الانديه بس، بتلعب كمان مع منتخباتها، وبالتالي كمان وجود بطولات كتيره للمنتخبات على مستوى خاصه على مستوى اوروبا، ده كمان وفي افريقيا بيفكروا يعملوا حاجه زي كده، اكيد ده كمان ليه تاثير سلبي على اللعيبه يعني. طبعا دلوقتي بقى في غير اليورو تصفيات يورو وكاس العالم، تصفيات كاس العالم بقى في كمان النيشنز ليج، لعيبة كتير جدا احتاجت على النيشنز ليج، وايه سبب النيشنز ليج واهميتها. نقدر نرجع برضو لكاس العالم اتلعب في قطر، ده اتلعب في شهر 12. بص عدد اللعيبه اللي اتصابوا بعد كاس العالم. صحيح. تعال ناخد كيليان امبابي كمثل، وصل للنهائي اتصاب في فبراير ما عرفش يلعب تشامبيونز ليج، فدي لعيبه خسرناها بسبب الموضوع ده. ودي زي ما قلنا الاحصائيه اللي قلنا عليها من شويه، دي الماتشات الزياده اللي بيلعبوها اللعيبه مع القانون الجديد بتاع الدقائق الاكسترا تايم. طيب اشرحها برضو كده يا منير للناس عشان تبدا، دي المباريات الزياده على اللاعبين يعني. يعني ده لو يعني دلوقتي مثلا محمد صلاح هيلعب حوالي 3 ماتشات زياده او 2.7 ماتشات زياده عن اللي كان هيلعبه في الطبيعي بسبب القانون الجديد. ده بسبب القانون الجديد بتاع الوقت البدل الضائع. هنلاقي ان محمد صلاح كمان من ضمن الناس على مستوى الدوريات الخمس الكبرى من اكتر الناس اللي ممكن تلعب او يزيد عدد دقائق اللعب بتاعته بالزبط. بنسبة كبيرة يعني، فده بيزود فرصة الإصابة طبعا، فرصة الإصابة طبعا عضلية وكمان ككونتاكت بالظبط. فالزيادة دي بص على سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو بوسكيتس كان سنه كبير، بص على يان أوبلاك، حتى هاري كين لو بنتكلم حتى على هاري كين. فاحنا بنتكلم على اللعيبة دي بتلعب حوالي 3 4 ماتشات زيادة المفروض يلعبوه بسبب القانون ده. شيكاغو جوارديولا طلع قال امبارح يا جماعة محتاجين تستشرونا قبل تاخدوا القرارات دي، احنا كمدربين كلاعيبة أهم حاجة في الآخر هو اللعيبة. بنلعب ماتشات كتير بس لما امبابي يتصاب في فبراير ده بيأثر على خلي بالك. انت زي ما انت بتقول يمكن هو بيدي متعه للمشاهد اكتر ومتعه للناس اللي بتحب الكوره انها بتشوف الوقت الاضافي ممكن يوصل 10 و12 دقيقه، لكن على الجانب بقى الاخر الجانب المخفي شويه على مستوى الاجهاد على مستوى الاصابات ممكن يأثر وهيحرمه كمتعه كمان، لان امبابي ما لعبش في الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، طب ما ده خساره بالنسبه لنا كمشاهدين، لعيب كويس زي ده ما لعبش في الشامبيونز ليج. فالاصابات دي احنا يمكن بنفكر فيها دلوقتي بس على المدى الطويل هتأثر حتى علينا كمشاهدين، فمحتاجين نفكر في الموضوع ده بشكل جماعي. حتى على مستوى الاصابات برضو يا منير خلي بالك دي في تكلفه كبيره جدا على الاداره وعلى حتى على المستوى الفني، لكن كمان على مستوى الفلوس. دي طبعا في معدل الاصابات في الدوري الانجليزي زي ما حضراتكم شايفين طبعا في ارتفاع كبير جدا يعني، كل الكيرف بيبقى عالي جدا، وده طبعا لغايه ابريل 23 ده حوالي 64% من الاصابات دي. نعم حوالي 64% من الاصابات دي كانت اصابات عضليه بسبب الاجهاد. اصابات عضليه بالظبط يعني بسبب الاجهاد. الجزء الاسود ده يا جماعه دي اصابات عضليه مظبوط بالظبط، الجزء الاسود ده كلها اصابات عضليه. وزي ما حضراتكم عارفين ان طبعا يعني اسهل حاجه الاصابات العضليه لما يكون في اجهاد او في اوفرلود على اللعيب اكيد بيصاب على المستوى العضلي، ده على مستوى البريمير ليج.
ده على مستوى الليجا الاسبانيه برضه نفس القصه، هتلاقوا الشادو الاسود ده الاصابات العضليه للعيبه بقت كتيره جدا، وخاصه في نهايه الموسم بتتكلم على ابريل وصل ل 57 اصابه، ويمكن طبعا في نوفمبر العمليه بتقل شويه، لكن ده كان طبعا كمان في كاس العالم اللي فات في ديسمبر اللي فات كان وصلت عدد الاصابات العضليه ل 26 اصابه، ده على مستوى طبعا الاصابات على مستوى اللاعبين. عندك ايه تاني يا منصف؟ على مستوى دي بقى برضو اللي انت لسه بتتكلم عليها دي الرحله بتاعت كيليان امبابي يعني، وبوسكاس عم قص عليه ازاي؟ بوسكاس عم قص عليه ازاي؟ يعني في ديسمبر راح كاس العالم، فبراير رجع كمصاب ساب عدد، خلينا ناخدها من الاول من فوق كده يعني. ستارت طبعا في 2023 السيزون بدا مع باريس سان جيرمان طبعا، وبعدين راح اليابان، وبعدين رجع على الدوري المحلي، وبعدين طلع على المنتخب الفرنسي في كاس العالم، وبعدين طبعا رجع بعديها وراح مشاركه تاني مع باريس سان جيرمان، لغايه ما وصل لتقريبا التارجت بتاع باريس سان جيرمان اللي هو الشامبيونز ليج. فحاجتين محتاجين نتكلم عنهم هنا، اولا هو ازاي كاس العالم اثر على الموسم السنه دي، توقيت كاس العالم بالظبط، توقيت كاس العالم ازاي اثر على الفرق السنه دي. بص على نابولي، نابولي كانوا ابطال ايطاليا لانهم فريق مميز، بس برضه من الحاجات اللي ساعدتهم خمس لعيبه بس من نابولي راحوا كاس العالم، مقارنه بيوفنتوس 12 لعيب راح، ده اكيد اثر على يوفنتوس بالظبط، فده ساعد. الفرق بقى الثانيه اللي عندها لعيبه برضه كتير راحوا كاس العالم السنه دي، كان اهم سنه لسكواد روتيشن اللي هو تبديل اللعيبه، احنا ما بقاش عندي نفس في القوام بتاع اللعيبه بيلعب طول الوقت. بص على كولر في الاهلي تبديل اللعيبه وازاي ده عايز اناقشك في عمليه الروتيشن، ازاي بقى المدير الفني بحكمه معينه يقدر يعمل عمليه الروتيشن ديت للاعبين، حكم المدير الفني على الروتيشن ده كمان بنتكلم على حجم الاصابات وعدد طبعا المباريات اللي اللعيبه خسرتها او يعني ما اشتركوش فيها بسبب الاصابات، عدد كبير جدا جدا على مستوى لو بنتكلم على ليفربول، ده تقريبا ليفربول بنتكلم على مدار الموسمين 2021 و22 والموسم اللي بعديه، جوتا 24 ماتش، نابي كايتا خسر او ما اشتركش لمده 13 مباراه، ماتيب 13 مباراه، تياجو الكانتارا يعني ما اشتركش في 18 مباراه، ولويس دياس 31 مباراه بسبب الاصابات. وده هيرجعنا للكلام اللي كنت هكلمك فيه، عمليه الروتيشن ازاي المدير الفني يتعامل مع عدد كبير جدا من مباريات وبطولات في عمليه الروتيشن بالنسبه للاعبين. يعني السنه دي كانت اهم سنه في رايي في حته الروتيشن، لو بصينا على كل ابطال الدواري واللي عملوا شغل كويس السنه دي، نادي الاهلي مع كل، لو نقدر نبص على بايرن ميونخ ده كانت السنه اللي اثبتت فيها يعني، حتى المان سيتي يعني انت بتتكلم المان سيتي كان اقل اصابات وتوج بالدوري الانجليزي مان سيتي بالذات لما قارنها بارسنال. اللي حصل مع ارسنال ان ارتيتا قرر انه يلعب بنفس الفريق في اليوروبا ليج، ده سبب اصابات لسليبا وتوماس بارتي، ودول كانوا اثنين مهمين جدا، مفاتيح لعب مهمه جدا بالنسبه لارسنال. انا في رايي خسر الدوري سوا، لو كان سليبا وبارتي لسه موجودين كان هيبقى دورهم اجر كتير بالذات في ماتشات مواجهه مع مانشستر سيتي بالظبط. ولان كمان نتكلم على الروتيشن نتكلم على الكواليتي بتاع الروتيشن، يعني مستوى اللعيب اللي بينزل مكان اللعيب اللي طلع. لما بنبص على مانشستر سيتي ستونز صاب، عندك روبن دياز، عندك اكي، عندك اكانجي، عندك مجموعه كبيره من اللعيبه. لما نبص على ارسنال لما صليبه اتصاب، روب هولدنج اللي لعب، فرق كبير في مستوى. فالمهم مش بس ان احنا نعمل روتيشن، مهم كمان ان احنا نعرف مستوى اللعيبه والفرق بينهم. لما الشناوي اتصاب وشوبير لعب صحيح، باين انه لعيب كويس عشان الفرق في المستوى بين الحراس مش كبير، فده كان مهم مع الاهلي السنه دي، كان مهم مع مانشستر سيتي وعمل فرق كبير بينهم. بايرن ميونخ كسبوا في اخر يوم، يعني كانوا فتره فرق شويه بعيد مظبوط، بسبب انه عندهم فرقه كبيره، عندهم كذا لعيب في المراكز الهجوميه. دورتموند عندها مشكله في الموضوع ده من زمان، رويس بيتصاب عندهم مشكله، بيلينجهام بيتصاب عندهم مشكله، هالاند اتصاب عندهم مشكله لما كان بيلعب. فالسنه دي كانت اكبر اثبات ان الروتيشن بقى جزء اساسي في الكوره خلاص بسبب عدد الماتشات اللي بتتلعب. لو انت عندك فريق كبير وعندك اختيارات مختلفه بالنسبه للمدرب،
عشان كده دايما بنتكلم دايما الفرق الكبيره بيبقى عندها سكواد كبير، والسكواد ده وما بيكونش الفروق الفنيه ما بين اللاعبين فروق كبيره طبعًا. زي ما انت قلت الارسنال تاثر بده لان الفروقات كبيره ما بين اللاعبين على عكس المان سيتي اللي هو طبعا عنده سكواد كله سكواد كبير يعني. زينشينكو لما اتصاب كان عامل مشكله بالنسبه لهم صحيح. بارتي لما اتصاب في رايي ده كانت اكبر مشكله، حتى اكبر من سليبة، لان ملوش بديل واضح اضطر يغير الفريق كله. مانشستر سيتي عندها كذا بديل، بايرن ميونخ عندها كذا بديل، حتى لو قارنا شويه فريق برشلونه بريال مدريد الموسم اللي فات بالذات كان برشلونه عندها بدايل اكتر وحلول اكتر. لما حد كان لما بيدري اتصاب فتره كبيره جدا كان عندهم بدايل اكتر عرفوا يكملوا في الدوري. فالسنه دي بالذات كانت اثبات ان الفرق اللي عندها لعيبه كتير طبعا بتوازن، تشيلسي كان عندهم 40 لعيب بالظبط بتعمل مشاكل بالظبط فبرضه التوازن. فلان عندك توازن معين بس لازم يبقى خلاص الفكر القديم بتاع 22 23 لعيب بس عشان ما ضايقش اللعيبه اللي ما بتلعبش بقى صعب دلوقتي شويه. صحيح. ده كان على مستوى التكلفه على مستوى الفني، لكن كمان في على المستوى المادي على مستوى الفلوس كمان في تكلفه كبيره جدا في اصابات اللاعبين. برضو عندنا انفوجراف كده نبص عليه ونشوف قد ايه يعني المبالغ اللي بتصرف على الاصابات بشكل كبير جدا. دي طبعا كلفه اصابات الملاعب في الخمس دوريات الكبرى على مستوى الدوري الانجليزي وصل ل 184 مليون استرليني، رقم كبير جدا جدا. الدوري الاسباني 109 مليون استرليني، على مستوى البي اتش جي 34 مليون جنيه استرليني. اجمالي التكلفه طبعا للدوريات الخمس الكبرى وصل ل 513 مليون استرليني. ده زي ما انت شايف في معدل ارتفاع عن الموسم اللي فات بحوالي 29%. التكلفه بتزيد لان الاصابات بتزيد، وزي ما انت بتقول يعني مش هتبقى المشكله في النواحي الفنيه بس، لكن كمان النواحي الماليه اللي بتصرف بشكل كبير للانديه يعني. طبعا لعيب مصاب ده لعيب غالي، لعيب غالي في تكاليف كتير ليه انت تتحملها. فزي احنا شايفين موضوع الماتشات الكتير ورا بعض من غير اوقات ريكفري بيخسر النوادي بيخسر اللعيبه وعلى المدى الطويل بيخسرنا كمشاهدين. ما يكسبش غير اللي بيقبضوا بالكوره. صحيح بس. صحيح. طيب ده الحقيقه دايما احنا بنربط كمان بالنادي الاهلي الحقيقه، وزي ما بقول عمليه الروتيشن في النادي الاهلي الموسم ده يعني ولا اروع الحقيقه. وزي ما قلت لحضراتكم يعني عمليه كل ما كثرت البطولات، وكان طبعا النادي كبير نادي بطولات زي النادي الاهلي، الضغوط بتبقى على اللاعبين والضغوط بتبقى على الاجهزه الفنيه. عمليه الروتيشن مهمه جدا وعمليه الكواليتي بتاع اللعيبه مهم جدا، والحقيقه ده اللي شفناه يعني واضح جدا في اداء النادي الاهلي السنه دي. يعني ما كناش بنلاحظ فروقات كبيره جدا ما بين اللاعبين لما بتنزل، شفنا تغييرات على مستوى المراكز، شفنا اللياقه البدنيه ما شاء الله تاتش وود للعيبه لنهايه الموسم. فالحقيقه ده يحسب طبعا للجهاز الفني وللعيبه، ادوا موسم اكتر من رائع، ومارسيل كولر الحقيقه بيقدم موسم اكتر من رائع. طيب هنطلع لفاصل سريع لان بعد الفاصل كمان منير محضر لنا يعني ازاي اشتغل الارسنال امام المان سيتي وفاز بركلات الترجيح في طبعا كاس الخيريه اللي اقيمت امبارح، كمان على مستوى التكتيك ازاي هيبدا المان سيتي حامل اللقب بالتكتيك في البريمير ليج. الارسنال اللعيبه الجديده الشكل الفني والتكتيكي هنناقشه مع منير بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، اخر فقراتنا النهارده فقره تكتيكيه. النهارده منير محضر لنا الشكل التكتيكي والشكل الفني لطبعا مباراه الكاس الخيريه اللي انتهت امبارح ما بين الارسنال والمان سيتي بحصول الارسنال على هذه الكاس والفوز بركلات الترجيح بعد نهايه المباراه بالتعادل 1-1. منير كانت مباراه مش هنقول انها مباراه في شكل ودي، لكن مباراه استعداديه قبل انطلاق الموسم ان شاء الله الجمعه اللي جايه. كيف تعامل ارتيتا مع طبعا جارديولا وقدر يفوز بهذه الكاس اللي اعتقادي كمان على المستوى المعنوي هتفرق معاه جدا في بدايه الموسم؟ كان في مفاجات كتير وحاجات مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه في العادي. هنشوف ازاي اللعيبه الجديده اثرت على الافكار الجديده للمدربين، واول حاجه اول صوره هنشوفها هو البيلد اب بتاع مانشستر سيتي. لازم اولا نشرح ان الكوره فيها مراحل كتير، فيها حوالي 12 مرحله متقسمين على اربع لحظات، وهنشوف ايه المراحل اللي اتاثرت بسبب ايه اللعيبه الجديده دي. ده عمليه البيلد اب بالنسبه للمان سيتي بالظبط، ده اللي بنسميه الفور تو بيلد اب، نهايه الهجمه ده 4-2، معناها عندنا اربع لعيبه مدافعين بيبنوا الهجمه واثنين نص ملعب. لما يبقى عندك 2 نمره 6 بره بيسموه الدبل بيفت. دي فكره جوارديولا كان بيكرهها زمان وكان بيقول ان هي فكره مش كويسه بسبب تحركات اللعيبه، وابتدى يقتنع بيها اكتر مع السنين. وجود لعيب زي كوفاكيتش بيغير ده. كنا نشوف سيتي زمان بتلعب ب 3 في نص الملعب،
السنه دي بنشوفهم او في الماتش ده بنشوفهم في 4 2 4 هو دي بدا المباراه 4 2 4 على غير العاده يعني بالظبط 4 2 4 2 بس في نص ملعب باللي بنسميه الدبل بيفت الدبل اللي هو 2 نمره 6 بينزلوا يستلم 2 6 فده كان عامل مشاكل بالنسبه للارسنال اللعيبه كانت بتستلم براحتها وكان بيتحركوا من نص ملعب كويس جدا بالذات كوفاكيتش اللي بيتحرك تحت ضغط كويس تمام طيب ارسنال ردوا على ده ازاي؟ بعديها طيب ده كان سكيمه الضغط بتاعت ارسنال اوكي ده كان شكل الضغط كان فيه هدفين للضغط ده اولا بنشوف اوديجارد وداكلين رايس اللي في مفاجاه كبيره لداكلين رايس هنتكلم عنها كمان شويه بيضغطوا على الاثنين الدبل بيفت بتوع نص الملعب يعني خلاص هو قابل البيلد اب دوت من 4 2 4 بدا بالضغط العالي بدا ارسنال يعمل ضغط عالي على المانسيتي بس سكيمه الضغط ليها هدفين اولا هي ان احنا نوقف الدبل بيفت زي ما قلنا اولتين نمره 6 بتوع مانشستر سيتي من هم يتحركوا في السنترال ارياز او في مناطق نص الملعب وكمان كان كاي هافرتس بيضغط على حامل الكوره بفكره انه يقفل اي كوره زي الصوره اللي واصله دلوقتي بالزبط. يعني بيضغط كمان على حامل حارس المرمى حامل الكوره ويقفل الكوره ان هي تروح لستونز اوكي فالناحيه بتاع ستونز ووكر الناحيه خطر جدا وستونز اثبت ان هو لعيب كويس بالكوره بيتحرك كويس السنه اللي فاتت يقفل الجبهه دي ويوجه الضغط اكتر أوكي. ناحيه روبن دياز تمام طيب جوارديولا بقى عمل ايه نشوف بقى رد فعل بقى بيب جوارديولا على الضغط العالي دي صوره ثانيه للضغط بتاع ارسنال سكيبت الضغط اوكي احنا شايفين برده واضحه اكتر هنا بقى ان هو قافل الضغط قافل الكوره خالص ناحيه ستونز في اللي بنسميه الكفر شادو اوكي بس وبيضغط على حامل الكوره وعندنا الاثنين داكن رايس اللي مفاجاه انه لعب مره ثانيه ماتش هنتكلم عنه واوديجارد بيضغطوا على الدبل بيفت او الاثنين نمره 6 بتوع مانشستر سيتي تمام اوكي ده كله عشان نقفل الكوره بنص ملعب ايه الحلول بتاع جوارديولا بقى ليه ثلاث حلول اختارهم اول حل هو ان حارس المرمى يشترك في البيلد اب طب دي ما فيهاش ريسك طبعا شايفين راس الحربه او اسف حارس المرمى طالع وكانه لاعب سيرت باك يعني لاعب كانه وسط مدافع وبيلعب وبيعمل البيلد اب ما فيهوش خطوره ما فيهوش ريسك ولا كان جوارديولا شايف انه بيجرب لسه بيشوف الموسم لسه ما بقاش بالنسبه له مباراه في شكل الى حد ما ودي وبالتالي عمل الجزئيه ديت وشارك حارس المرمى كانه لعيب وسط مدافع في خطوره طبعا ولكن انا شايف جوارديولا كان شايف ان في خطوره اكبر بانه يخلي كاي هافرتس يضغط على اثنين لعيبه بس اوكي كاي هافرتس لاعب راس حربه لانه كويس في عمليه الضغط اوكي عنده انرجي وطاقه عاليه جدا فانا شايف ان هو حسب ان ده هيبقى ريسك اكبر انه يلعب بس باثنين في اول بنايه احنا شايفين دلوقتي بقت زي 5 2 مش 4 2 زي ما قلنا بالظبط بقى الحارس المرمى بيطلع يساعد خلاص بقى فك العقده بتاعه الضغط العالي ده من الحلول برضو اللي في الصوره دي زي احنا شايفين لا دي صوره ثانيه اوكي طيب الصوره الثانيه دي ده اللي احنا بنسميه السليده يعني ايه السليده يعني لعيب نمره 6 بينزل ما بين الاثنين سنتر باكات السنتر باكات بتفتح واسع وده بيعمل مشاكل للعيب اللي كان ماسك اللعيب نمره 6 اللي نزل ده ليه لو نزل معاه لو دلوقتي داكلين رايس نزل مع رودري لغايه المنطقه دي هيسيب نص ملعب فاضي بالظبط يعني هو عمليه ان انت الراجل نمره 6 بيجي ما بين السيرد باكين والباكين بيطيروا فده بيسبب شويه مشاكل بالنسبه للضغط العالي دي صوره ثانيه ليها بالظبط في صوره ثالثه كمان فده زي ما قلنا بيحرر رودري اولا من الضغط ثانيا بيرجع الضغط بتاع ارسنال اول ما ارسنال كان بتشوف المنظر ده السليده دي كانت بترجع في اللي احنا بنسميه الميد بريس او الضغط بتاع نص الملعب المتوسط في ال 4 4 2 فده ده دي الافكار اللي جوارديولا كان بيستخدمها في حل ثالث ده حل مهم جدا بقى نشوف الصوره اللي بعديها وده حل ستونز طيب جوارديولا عايز يحرر ستونز لانه لعيب مميز زي ما قلنا بيتحرك بالكوره بيعرف يوزع الكوره كويس بيعدي بالكوره كويس طيب عمل ايه؟ عمل نسميه تغيير مراكز بوزيشنال انترتشينج ده معناه ايه؟ ده معناه ان رودري في الصوره دي هو اللي راح في مكان ستونز وستونز هو اللي راح نص الملعب بيعمل لخبطه في سكيمه الضغط لفريقه قدامك وبيحرر رودري وستونز تمام شوف الصوره اللي بعديها يعني زي ما انت قلت ستونز كمان الموسم اللي فات كان فيه كان مميز في كان مميز جدا, جدا في عمليه خلاص كان تقريبا بيلعب وسط 6 وبيلعب 8 وبيجيب اجوان يعني كان دوره مهم جدا وهنا كمان بنشوف ان كايل ووكر هو اللي بيرجع مكان ستونز بالظبط وستونز بيروح في مكان الرايت باك اوكي الصوره اللي بعديها برضو يعني تغيير البوزيشن داخل بالزبط. الملعب يعني بالظبط ستونز هو اللي هنا عليه الهايلايت ده ووكر رجع مكانه فده عمليه التحرير اللي جوارديولا عملها لستونز فهم ثلاث افكار دي ان الجول كيبر يبقى جزء من البيلد اب وده كمان كان بيشد اوديجارد عايزين نقول كان بيحرك كوفاكيتش اولا ثانيا زي ما قلنا السليده ان النمر 6 ينزل بين السنتر باكات بالظبط وثالث حاجه التغيير بتاع المراكز طيب حلو قوي انت بتتكلم كان في ضغط عالي من فريق الارسنال حلوا شويه نوعا ما بشكل تغيير المراكز داخل الملعب
الارسنال بقى اللعيبه الجديده، دور الالعاب الجديده او اللعيبه الجديده في الارسنال والمان سيتي، انت شايفها ازاي؟ خاصه داخلين خلاص الموسم ناقص له اربع ايام ويبدا يعني. زي ما قلنا طبعا كوفاكيتش كان ليه دور كبير جدا في الشكل ده. لو ممكن كمان نجيب صوره بعديها هنشرح اكتر دور كوفاكيتش. الصوره اللي بعديها طيب ادواره كانت ايه وهتبقى ايه؟ ادواره طيب دلوقتي احنا لعبنا 4 2 4 جوارديولا دول بيهاجم خمس هجوم اساسيه الوايد ارياز المناطق الواسعه الهاف سبيس اللي هي بين النص والوايد اريا والسنترال اريا فدول خمس مناطق زي احنا شايفينه على الشاشه الخمس مناطق اللي جوارديولا بيهاجم الطوليه ديت الزون الطولي اللي قدامنا ده الخمسه زون طيب زي ما احنا قلنا كانت 4 2 4 في الشكل الهجومي ده معناه ان في لعيب ناقص زياده لسيتي عايزينه قدام في العادي لما كنا بنتفرج على سيتي زمان كان لعيب نص الملعب اللي هو دي بروين هو اللعيب الخامس الجديد ده في الهاف سبيس اوكي اللي حصل عشان نحافظ على توازن الفريق واثنين بس في نص الملعب كوفاكيتش ورودري زي ما قلنا اللي كان بيزيد كان ووكر واكانجي الناحيه الثانيه الاطراف اعتمد بشكل كبير على الاطراف يعني وكان الاثنين بتوع نص الملعب بيفضلوا في مركزهم عشان يمنعوا اي هجمه مرتده ويبتدوا بيس كويس للفريق فدي كانت الافكار اللي شفناها الحقيقه يعني خارج الصندوق بصراحه منير متقدم لنا حاجه رائعه الحقيقه ومفيش ناس بتشوف التحليل دوت بالشكل دوت فبنشكرك شكرا جزيلا دايما بتنورنا في المحترف شكرا جزيلا شكرا جدا شكرا شكر طبعا متواصل لحضراتكم كانت نهايه حلقتنا النهارده الجمعه لينا لقاء مع حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف